معشر إياد، أين الآباء والأجداد؟ وأين المريض والعواد؟ أين من بنى وشيد وزخرف ونجد وغره المال والولد؟ طحنهم الثرى بكلكله ومزقهم بتطاوله، فتلك عظامهم بالية وبيوتهم خاوية، عمرتها الذئاب العادية بالذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر. لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأكابر والأصاغر، لا يرجع الماضي ولا يبقى من الماضين غابر. أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. أيها الأشهاد، أين ثمود وعاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ أين ذهب أبرهة ذو المنار وعمرو ذو الأذعار؟ هل تدرون ما صار إليه عبادة الفتاح وأذينة الصياح وجذيمة الوضاح؟ عزوا وقهروا ونهوا وأمروا وجددوا المصانع والآثار. أقسم قس قسما بالله، إن لله دينا هو أرضى له من دينكم هذا، وإن نبيا سيأتي قد أظلكم زمانه. إني أنتظر يا قس، إنني ألح بانتظاري. ما أظنك إلا ستخرج من السوق السفليين. يا أبا طالب، ما حال؟ داهية داهية، داهية حلت بمكة وقريش. ماذا يا ابن أمية؟ قل. البراد بن قيس قتل سيدا من بني كلاب كان يجيز قافلة من الطيب للنعمان بن المنذر. حليفك البراد قتل سيدا من بني كلاب ونحن في عكاظ؟ من هو يا حرب؟ إنه عروة الرحال. الله، ماذا قلت؟ تالله لو وصل الخبر لبني كلاب لاستأصلوني. ماذا نفعل؟ نعود إلى مكة، نعود إلى مكة. يا محمد يا ابن أخي، هيا سأقابل أبا براء وأخدعه، لا حل آخر. أرسل مناديا ينادي في قريش وكنانة يعلمهم بما حدث. يا معشر قريش، يا معشر قريش، أسرعوا قبل أن يدركنا بنو كلاب وبنو عامر. أسرعوا لنبلغ الحرم قبل أن يصلهم الخبر. أسرعوا لنبلغ الحرم. يا معشر قريش أسرعوا، هيا هيا. أدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم. أدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم. استمرت حرب الفجار 4 سنوات، تعطلت خلالها السوق بين قريش وكنانة وحلفائها من جهة وهوازن من جهة أخرى، وقد حصلت بطولات بين الجانبين، سقط فيها أبطال وأمراء وفرسان، وقتل من قريش العوام بن خويلد زوج صفية بنت عبد المطلب، وحزام بن خويلد وهما شقيقا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وأبو سفيان بن أمية، وقتل من قيس مشاهير مثل زهير بن ربيعة وغيرهم. ثم تداعى الفريقان للصلح. يا معشر مضر، على ما تتقاتلون؟ ما تدعو إليه أنت؟ الصلح. كيف؟ ندفع دية قتلاكم ونعفو عن دمائنا. من أنت؟ وكيف سيكون هذا؟ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. حسب شريف. أما كيف تصدقون فإننا ندفع إليكم رهنا
وأكون أول من يقدم نفسه للرهن. وهذا حكيم بن حزام الذي قتل أبوه في هذه الحرب وسادة قريش، نقول هذا ونحن المنتصرون. وما نكسنا لا في يوم شمطة والعبلاء ولا في يوم عكاظ ولا الحريرة، لكننا نضن بدماء مضر. وهذا هو الرهن يا أبا براء من سادة مكة وشرفائها. قد قبلنا يا معشر قريش، والله نحن نضن بدماء مضر، لن نأخذ الرهن وإننا نصدقكم. واصطلح الفريقان وساد عتبة بن ربيعة رغم عوزه، فقالت قريش: لم يسد من فقراء قريش إلا أبو طالب وعتبة بن ربيعة. ورغم أن كناني هو البراد حليف لحرب بن أمية، هو الذي قتل عروة الرحال الكلابي، ورغم أن كناني هو البراد حليف لحرب ابن أمية، إلا أن الجزر الحقيقي للمعركة هي أن قريشا ما كانت تسمح لقوافل النعمان بالمرور والاتجار بدون إذنها، فالقرشيون سادة الإلاف وتجار القوافل ولهم عقودها وأحلافها. لهذا لم يكن لسبب الحرب فتكة البراد فقط، بل إصرار قريش على الاستقلال عن بيزنطة وفارس، وكانت مصرة للسيطرة على تجارة القوافل العربية. وأثر عنه صلى الله عليه وسلم: كنت في عكاظ أنبل على أعمامي أن يرد النبل عنهم. وتناقلت الأخبار أنه في أحد أيام عكاظ قاتل بشجاعة حتى أنه ما كان يكون في جهة إلا وتنهد الجهة المقابلة لها. وجاء في الأخبار أنه أصاب أبا براء عامر بن مالك بطعنة، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الأخير من حرب الفجار يقترب من 20 عاما. سيدي سيدي، ما وراءك يا ميسرة؟ أبحث عنك يا سيدي. ماذا تريد؟ عمتك خديجة تسأل أن تقدم لها شابا أمينا صادقا من قريش ليقوم على تجارتها، فهي لا تستطيع مباشرة الأمر بنفسها بعد وفاة زوجها. حسنا حسنا، سأفعل سأفعل ذلك. قل لعمتي سيكون الخبر عندها الليلة. عمتك تنتظر. أنت صباحا يا أبا سفيان. أهلا بصديقي حكيم بن حزام. لعن الله الحرب، ذهبت بأبيك وكان فخر قريش. إنها الفجار يا أبا سفيان، انتهكت فيها قريش وهوازن الأشهر الحرم، فعوقبنا بفقدان الفرسان والسادة والأحبة. أين محمد؟ محمد كما تعرف إن لم يكن لديه عمل يقوم به، فما أراه إلا منقطعا في غار حراء متحنثا متعبدا متفكرا. تعلم يا ابن الحارث، نحن الأربعة، أنا وأنت وأبو بكر وابن عمك محمد بن عبد الله، جمعتنا الصحبة حتى صرنا مضرب المثل في مكة. يعلم الله كم نحمل في قلوبنا لبعضنا من إخلاص وصدق، ولهذا جئت أعرض عليه أمرا لعله يقبل به. إن كان أمرا طيبا فما أظنه سيرفضه، تعرف أنه لا تعرض عليه خلة طيبة ويرفضها. أعرف يا أبا سفيان، إن محمدا في بيت عمه أبي طالب، وأبو طالب ذو عيال وقد افتقر وصار إلى الإملاق أقرب.
وأعرف كم يعاني محمد بسبب ذلك، وكم يود إعانة عمه في معيشته. وهل لديك شيء في هذا؟ بلى، أنت تعرف عمتي خديجة، إنها من أكثر قريش ثراء، وهي تريد رجلا يقوم على أمر تجارتها، وتبغي أن يكون صادقا أمينا، وليس في مكة أكثر من محمد صدقا وأمانة، ولعله يوافق على ذلك. ما أظنه إلا سيوافق، فخديجة منتهى الشرف والثراء والسؤدد، ومحمد كما قلت منتهى الأمانة والصدق. هلم بنا إليه. هلم. كفاك همّا يا أبا طالب، كفاك همّا. والله إني لحزين لفقري، لكن حزني على محمد ابن أخي أكبر. ما له يا أبا طالب؟ محمد ابننا مثل طالب وعقيل وجعفر. أدري يا فاطمة أدري، يعرف حالي فيحزن، يحاول أن يساعدني فلا يستطيع أن يفعل شيئا، مع أنني أريده أن يهدأ، أريده أن يحيا في بيتي كحياتنا، لا أريد أن أحمله هموم بيتي وهو يحملها في قلبه ولا يدري ماذا يفعل فيختلي في الجبال. لك الله يا محمد ما أوفاك، لك الله. لتكن عينك على محمد يا ميسر. أوصه بي، تالله ما وقعت عيني على رجل أوفى ولا أنبل ولا أكثر أمانة من محمد بن عبد الله. هذه الرحلة إلى الشام يا ميسرة، وأنت تعرف طريق الشام لكثرة ما ترددت عليها، فكن عونا لمحمد في الطريق ما استطعت. أوصيك بابن عمي يا ميسرة، بورك لك في تجارتك يا محمد. إنني لسعيد يا عمتي، وأنا واثق أنك ستكونين سعيدة وراضية من اختياري لمحمد بن عبد الله. إنه سليل هاشم من بيت ما عرفت العرب مثله في النبل والشرف، وهو الأمين، ونحن كلنا ندعوه بهذا اللقب محمد الأمين. يا سيد، إذن سوف نسير إلى الشام، نبيع ما تحمله العير ونعود. ومضت القافلة تحمل البضائع من مكة إلى الشام، وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق شاهد ميسرة علامات فزع بها تدل على نبوة محمد. وعندما وصلت القافلة إلى حدود بصرى من أرض الشام، باع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى وعاد بربح وفير.